فريد والعاصفة الرعدية. فريد جريء على الرغم من صغره، فهو ينام في غرفته وحده وينزل إلى قبو منزلهم من دون أن يرافقه والده. ولكنه في أحد الأيام اكتشف أنه يخاف من شيء، وتعلم أيضاً ألا يخجل من خوفه. يلتف فريد حول شجيرة الورد ويسدد. ها! فريد هيا! هدف رائع! كيف حالك دبدب؟ هيا فالحلزون تنتظرنا عند الجسر. هيا بنا. دبدب لنذهب من هنا. حسنا. عنكبوت! أين؟ علي! اهدأ! لا! إنه يمشي على ظهري! انظر دبدب! ورقة شجرة! جيد! لماذا لا نسلك الطريق الآخر؟ سأبعده. شكرا لك، بدني يقشعر من العناكب. ياخ. أين هو؟ لا أعلم، قالت إنها ستنتظرنا عند الكهف. حلزون، ها هي، ماذا تفعلين عندك؟ أختبئ. مما خائفة؟ أختبئ من ذلك الشيء الكبير هناك. انظر إليه. اخرجا، إنه يعصب صغير لا يخيف. انظرا إليه. كان ظله كبيرا. إنه مخيف جدا. لكنه لا يبدو مخيفا من هنا. انظري. نعم، هذا صحيح. ما رأيكم أن نتسابق الآن إلى الملعب؟ هذا ليس عدلا، أنتما اثنان وأنا واحد. احذر يا فريد. أمسكه يا قندس. أحسنت يا ثعلب. شكرا يا حلزون. أهلا. هدف 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 هدف. آسف، كان علي الإمساك بها. أمسكها في المرة القادمة. نعم، ولكن ربما أظن أنني أخاف من الكرة أن تصطدم بي. إذن سآخذ مكانك. حقا؟ نعم، فأنت أسرع مني بكثير، ولهذا ستنفع في صف الهجوم. شكرا، ولكن ألا تخاف من الكرة؟ هل تمزح يا أرنب؟ فريد لا يخاف من شيء، حتى من العناكب الكبيرة. نعم، ولا يخاف من ظلال الأشياء. إنه شجاع. نعم، إنه شجاع وبطل حقيقي. هاي، هل ستقفون هكذا طويلاً؟ صحيح أني لا أعلم شيئاً عن فريد الشجاع، ولكني واثق بأنه لن يستطيع أن يصد تسديداتي. قطرة ماء. لا، إنها تمطر. يا للروعة. حسناً، لنعود الآن إلى المنزل. لقد بدأنا قبل قليل. وكدنا نفوز. إنه رذاذ وربما يتوقف. إذن ما رأيكم أن ننتظر في المكتبة حتى يتوقف المطر؟ فكرة جيدة. هيا بنا. هيا بنا. هيا هيا. طيب، لا بأس. هيا يا فريد. يبدو أن عاصفة رعدية قادمة نحونا. غيوم كبيرة وسوداء. يا له من جو عاصف. هيا ادخلا حتى لا تصابا بالبرد يا صغيري.
كان علي أن أعود إلى المنزل. لا شك أن أمي قلقة، فهي لا تعلم أين أنا الآن. لا 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 تقلق بهذا الأمر يا فريد، ادخل واستمتع بوقتك مع أصدقائك، وسأتصل بالهاتف بأهلكم وأخبرهم بأنكم هنا. هيا يا فريد، دعنا نجمع أجزاء أطلس العالم، إنه مكون من 1000 قطعة. هل وجد أحدكم الجزء الجنوبي من إيطاليا؟ أين صارت ألمانيا؟ من أخذها؟ كانت هنا قبل دقيقة واحدة. الحلزون تحشرها في مكان فرنسا. آسفة. هذه قطعة من المحيط الهادئ أم الأطلسي؟ ها؟ إنها من الأطلسي كما أظن، أو ربما من الهادئ. هل أنت بخير يا فريد؟ نعم، بالتأكيد أنا بخير. لم تسأل؟ هل أنت حزين لأننا لم نكمل المباراة؟ نعم، لهذا السبب. معك حق، فقد كنا نتطلع شوقا إلى هذه المباراة. ونحن أيضا، ولا سيما أننا لم نلعب سوى 5 دقائق. ونحن من كنا فائزين. انظروا، الجو يزداد سوءا. ما الأمر؟ انقطع التيار الكهربائي. يا له من يوم. ابقوا هادئين يا أولاد، ريثما أحضر المصباح من الخزانة. لا تتحركوا. حاضر. أنا خائف جدا. وأنا أيضا، فلم يسبق أن رأيت عاصفة كهذه. هل تسمعون ما أسمع؟ ما هذا؟ ربما كانوا لصوصا. اللصوص لا يأتون في النهار. نعم، لكن المكان مظلم. صحيح، ربما استغلوا هبوب العاصفة. يعلمون أن أحداً لن يأتي إلى المكتبة. انظروا. ما هذا؟ لص، عنكبوت عملاق. سيدخل. ها؟ لا بأس، إنه غصن شجرة ينحني بسبب الرياح. حقاً؟ كان هذا مخيفاً جداً، قلبي يخفق من شدة الخوف. نعم، في الحقيقة لقد خفنا جميعاً ما عدا فريد. الشجاع فريد لا يخاف. كفى، لست شجاعا. بلى، فلا شيء يخيفك. لا، هناك بعض الأشياء تخيفني. مثلا؟ قد تظنون أن الأمر سخيفا، ولهذا لن أقوله. ماذا؟ ها قد أتيت، أليس المصباح لطيفا؟ أريد العودة إلى المنزل يا سيدة إيوزا. فريد، فريد، آسفة يا صغيري، فالخير لك أن تبقى هنا حتى تنتهي هذه العاصفة الرعدية. لم تخبرني أنك تخاف من العواصف الرعدية. خشيت أن تسخر مني يا دبدب. حقا؟ ولماذا أفعل وأنت لم تسخر مني حين علمت بأنني أخاف من العناكب؟ ولم تسخر مني أنا أيضا. كل منا يخاف شيئا، كظلال الأشياء مثلا، أو تسلق المرتفعات، أو ربما كغصن شجرة يقرع النافذة. نعم، كلامك صحيح، لقد أخافنا. ولكن فريد لم يخف. أتعلم أنا أيضا كنت أخاف العواصف الرعدية في صغري. حقا؟ كنت أظن أن صوت الرعد هو صوت وحش كبير آت ليلتهم ما يجده أمامه. أهو وحش؟ ليس كذلك، بقيت هكذا حتى كبرت وتعلمت كثيرا عن هذه الظاهرة، تعلمتها في المدرسة. كنت أظنه وحشا يقرع الطبول. أما أنا فقد كنت أظن أن العواصف الرعدية تحدث بسبب انفجارات في الفضاء، ولهذا كنت أخاف. وأنا أيضاً كنت أظنها قتالاً بين الغيوم. يقول هذا الكتاب العلمي إن البرق ليس إلا شرارة كهربائية ناجمة عن تصادم الغيوم سالبة الشحنات وموجبة الشحنات، وبسبب هذا التصادم يحدث صوت الرعد. لهذا يحدث الرعد؟ نعم، ألف هذا الكتاب ابن عرس، وهو راصد جوي. لو أنه سمع بفكرة الوحوش التي تقرع الطبول لضحك منها كثيرا. نعم نعم، هذا صحيح. يا لنا من مغفلين. هاي،
أظن أني لم أعد أخاف العواصف الرعدية. إن تحدثت عن مخاوفك أمام الآخرين يساعدونك على التخلص منها. صحيح، تعلمت ألا أخجل من خوفي بل أن أواجهه. أشكركم على مساعدتي يا أصدقاء. أهلا وسهلا. تهانينا فرود. ماذا سنفعل؟ انظروا، إنه قوس المطر. أليس جميلا؟ رائع. يقال إن جرة من ذهب مدفونة في نهاية كل قوس للمطر، ولهذا هو ملون. لهذا كانت تتقاتل الوحوش، ربما لتحصل على جرة الذهب تلك، أليس كذلك يا أصدقاء؟ فريد وشراب لحاء الشجر. يحب فريد الثلج كثيراً لأنه يستمتع به حين يغطي قريته شتاءً، فيصنع رجلاً من ثلج أو يركب الزلاجة. وفي هذا اليوم الشتوي المثلج سيتعلم صديقنا فريد شيئاً. لقد فزنا. هي ثعلب، إن أحدنا مفقود. ها؟ القندس قد يكون وراء كومة الثلج. أخطأت يا دبدب، أنا داخل كومة الثلج. لقد كنا مسرعين جدا، هل شاهدتما كيف تجاوزنا الحاجز؟ نعم، وشاهدنا قندس كيف يطير. كان رائعا، لكنه هبط هبوطا سيئا. لا مشكلة، فكل ما يهمنا في الأمر أننا وصلنا أولا مرة ثانية. نعم ثانية، ونحن ثانيا. وما وجه الفخر أن نصل ثانيا إن لم يكن هناك من يصل ثالثا؟ لا أعلم، أفضل من القول إننا خسرنا. هيا نراكما غدا لكي نهزمكما مرة ثالثة. حسنا، لا تهمنا الخسارة لأننا استمتعنا بوقتنا، أليس كذلك يا صديقي؟ بلى، لكن الفوز أكثر متعة من الخسارة. دبدب، انظر إلى هناك، لما هذه الدلو معلقة هنا؟ لا أعلم، ربما تسرب. انظر، هناك دلاء على كل الأشجار، وأيضا آثار أقدام، لنتبعها ونكتشف ما يجري هناك. رائحة لذيذة حقا. نعم فريد، دبدب، يا لها من مفاجأة. المدرب، انتقلت للعيش هنا؟ بل إنه المكان الذي أصنع فيه عصير لحاء الشجر. وهل تجيد صنعه أيها المدرب؟ في شهر آذار من كل سنة تبدأ عصارة هذه الأشجار بالتسرب فأجمعها. ادخلا لتريا. أغلي عصارة لحاء الشجر فتصبح عصيرا. رائع، ظننت أنك تشتريه. لا 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 لا، شراء العصير أسهل علي، ولكن صنعه ممتع أكثر. سأريكما كيف أصنعه. وكيف تجعل العصارة تخرج؟ عن طريق شق أحدثه في الشجرة. حقا؟ ولكنها قاسية. لدي حل لذلك وسترى. أحسنت يا فريد. والآن يا دبدب، ضع الصنبور في الفتحة. رائع، ما رأيكما أن تبدأ بجمع عصير لحاء الشجر؟ نحن موافقان. نعم موافقان. وبعد أن تجمع العصارة أحضراها إلي لأغليها لكما. عصير لحاء شجر خاص بي؟ دبدب، بل خاص بنا جميعا. صحيح، هذا ما قصدته. مرحبا، ما الذي تفعلانه؟ نجمع عصارة لحاء الشجر. سنصنع منها عصير لحاء الشجر. أنا أحب عصير لحاء الشجر. أحبه أكثر منك 10 أضعاف. معكما حق، فعصير لحاء الشجر لذيذ جدا. ألم يحن الوقت؟ سننتظر طويلا.
سنجمع مزيدا من عصارة لحاء الشجر. ما رأيك في هذه الشجرة؟ حسنا، ها هو الصنبور. جيد. دب دب، أين صارت الدلاء؟ إنها تنزلق. يا إلهي لا، زلاجتي. الأمر ليس سيئاً كما يبدو، بل أسوأ مما يبدو عليه. لنضع الصنبور هنا يا فريد. فكرة جيدة، عندها لن نضطر إلى حمل الدلاء أبعد. آسف، هذه الشجرة محجوزة. ماذا؟ ما الأمر؟ أخبرهم. لقد رأينا المدرب فعلمنا طريقة جمع العصارة. إذن لنبحث عن شجرة أخرى. هناك واحدة. هاي، أنا رأيتها أولاً. نحن لمسناها أولاً. وما الحل في رأيكما؟ أنا لا أعلم. حسناً، من يغرس الصنبور أولاً يأخذها. فكرة جيدة، موافقان؟ موافقان. هل نبدأ؟ هيا. فريد، أعطني المثقب. لا، لقد تركته عند آخر الشجرة. أحسنت. إلى اللقاء. ها؟ ما رأيك في تلك الشجرة؟ رأيناها قبلكما. توقفا، لا يجوز. هذا ليس عدلاً، رأيناها قبلكما. بل نحن. نحن وجدناها. ونحن وصلنا إليها أولاً. بل نحن. نحن. لا، نحن. معقوسي. في الواقع أنا من وصل أولاً إلى هنا. آسفنا يا سيد مالك الحزين. والآن لنذهب. لو لم تكن زلاجتي مكسورة لكان وصولنا أسرع. إنها لا تسير. مرحبا يا أصدقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. إذا وصلا قبلنا فسيصنع لهما المدرب عصير لحاء الشجر قبلنا. إذن لنسرع. ولكن سنتأخر كثيرا. بهذه الطريقة لن نصل أبدا يا صديقي. أوصاني والداي بألا أخدش قعر زلاجتي. أسرع أسرع يا دبدب. عربته وصلت لحاء الشجر قادمة. ماذا؟ ثعلب، إن وصلا قبلنا فسيصنع لهما المدرب عصير لحاء الشجر. إذن هيا بنا لنسرع. أسرع 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 أسرع. فقط نحتاج مزيدا. هيا نكاد نصل. هيا بنا. هيا أسرع. أخيرا وصلنا. لا يا دبدب، ليس قبلنا. هيا هيا ادفعني. هيا يا فريد. أنا قادم. لا، لقد سبقنا. فريد، كن حذرا. لقد فزنا. لا بل نحن. نعم نحن. أحسنتم يا أولاد، إنها بداية موفقة. ها؟ هذه البداية وحسب؟ ظننت أننا انتهينا. صنع دلو من عصير لحاء الشجر يتطلب عدداً كبيراً من دلاء العصارة، يصل حتى 40. حقاً؟ عملنا كثيراً لنحصل على هذا القدر. نعم، هذا صحيح. وكان السباق أصعب ما في الأمر. أجل. أجل. ما رأيكم أن نعمل معاً؟ إنها فكرة جيدة. صحيح، فلن نحتمل مزيداً من الجدال.
وزلاجتي أيضا. وكله لنا. قمتم بعمل جماعي رائع يا صغاري. نعم شكرا، كان العمل سهلا جدا وكان ممتعا أيضا. هذا صحيح، لقد ضحكنا كثيرا. ما رأيكم أن نبدأ بأكل كعكة التوت قبل أن تبرد؟ وعندها لن ينفع الندم. هذه طيب. فكرة جيدة. لذيذة.